مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة عين السبع بالدار البيضاء. قصة كتألم بشكل كبير. عائلة حوالي 14 ديال الناس صدر فيهم حكم قضائي، المآل ديالهم هو الشارع. مشاهدينا الكرام، الأحكام القضائية بطبيعة الحال القانون كيبقى قانون، ولكن الشق الإنساني مهم في هذا الموضوع. هاد العائلة اللي هما 14 ولا أكثر من 14، فيهم واحد السيدة يلا توفى لها الزوج شاد حق الله لابسة البيض، الأم عندها 80 سنة، الوليدات صغار، كاينة شابة كتقرا كتبات في العراء، القمة في المعاناة. غادي نشوفوا حيتية هاد القضية كيفاش بين ليلة وضحاها. منزل سكنوا فيه أكثر من 40 سنة، في الأخير المآل ديالهم تيولي الشارع. لا يمكن كما قلت في السابق أن نناقش الأحكام، ولكن دور المؤسسات الأخرى في التضامن والاهتمام بهذه الفئات. غادي نشوفوا حيتية القضية من الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. عاود لي هاد الدار كيفاش تخرج الحكم 40 عام وانتم فيها تبارك الله الخير أكثر من 14 واحد، كل شيء بيت هنا في الزنقة، كيفاش؟ خويا هاد البلاصة كانت أسوس ديال النصارى، أقول بارو كان ديال النصارى، كان باع الساس عند النصارى هنا. وبخب مشاو النصارى في حالاتهم، قبع الساس هنا عند النصارى، با توفى، ملي مات با بقينا حنا وليداتو ساكنين هنايا. انا راه في زيد في 1970 زيد هنا، تزاديت انا هنايا وكبرت هنا وتزوجت هنا وولدت هنا ولادي ولدو هنا. بنتي ها ولاد بنتي ها ما كتشوف فيهم دراري صغار. والاخ ديالي مسكين الله يرحمه توا الله مات هاد 14 يوم هادي توا تزاد هنا توا ولد وليداتو تما ارامل في الزنقه. واش كنتفاجئوا جاتنا واحد الافراغ بالقوة، جانا البوليس وخرجونا من هنايا للزنقة. إوا حنا بالزنقة المصير ديالنا الزنقة، بتنا هنايا في الزنقة. خرجونا حنا ودخلوا الكلاب. إوا ملي خرجونا حنا دخلوا الكلاب، الكلاب راه نعسوا في البلاصة اللي كنعسوا فيها حنايا. إوا حنا كنتمناو من الله كون كنا حنا كلاب، يخلونا حنا ويخرجوا الكلاب. لا ماشي حاشا، راح الكلاب ولاو أحسن منا حنا. ملي خرجوا البشر إنسان ودخلوا الكلاب راه حنا في الزنقة والله القسم بالله. إلا بيتين حنا هنايا، بيتين هنا. يا الام ديالي مسكينه انا بيتها هنايا، انا راه ماشي مسخوط ويدي نخلي امي تبات في الزنقه هنايا، ولا ولاد خويا مساكنين باتوا هنا في الزنقه، شنو ما كيبغي لا الله ولا لعب. بنت خويا الباه مسكينه والله الا شدات غيبوبه وداوها مسكينه ليرجونس، غير المحسنين دوك الناس ديال الصحافه هما اللي داوها ليرجونس البارح بالليل، مع شي جوج الليل داوها ليرجونس، وجابوها من السبيطار للزنقه، بيتها مسكينه حدانا تا هي هنايا، بيتها تبكي وبيتها تغوت، ولاد خويا الدري ديال خويا ولد عنده 4 سنين تا هو في الزنقه، الناس كتباكا وهادشي راه ما يبغي لا الله ولا لعب. هو كيقول لك دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان. أنا هو الإنسان حقوق ديالي حقوق الكلاب، حقوق هاد البلاد فيها حقوق الكلاب، دخلوا الكلاب وخرجوا البشر. حقوق المرأة ها يمي، حقوق المرأة اللي بغى يعرف حقوق المرأة يجي يشوفها. هو حقوق المرأة شحال عندها مسكينة؟ أمي 80 سنة مسكينة وعندها مريض القلب، والله خويا مريضة بمرض القلب بالله. 80 سنة حقوق المرأة، راه هو حقوق المرأة مرت خويا يلا لابسة البيض الأيتام خرجوهم من الزنقة. حقوق المرأة حقوق الكلاب. واحد المحسن البارح شرى لمرت خويا واحد الجكلو ديال اللحم، قال لها دي طيبي لذوك الايتام، جاب ديك الجكلو ديال اللحم جابتها ودارتها في الثلاجة، قالت كل مرة نطيب لهم شوية مع 11 النهار، جاب داك العيمات دارتهم في الثلاجة قالت كل نهار نطيب وليداتي شوية ديال الايتام. ومن جا الافراغ مع الوحدة خرجوا داك اللحم بقى في الثلاجة راه شدوه عطاو للكلاب كلاو. والله القسم بالله اللي كنعاود لك هذه القصه، لان الثلاجه الناس كانوا عاطينا الضو حيدوا الضو، اللحم بقى في الثلاجه خلينا نهزوه عطاو للكلاب كلاو، يعني الكلاب كلاو 2 كيلو ديال اللحم. وحنا والله ما ضيق النعمه بالله من البارح من الصباح، من البارح بنتي هذه بناتي هذو، دور اخو وريهم بناتي دور عندهم ولاد بنتي راه ولدت جوج وليدات. كمل معايا انت وانا خاصك نكمل معاك، انا غنسخف هنا من البارح والله ما ضيق النعمه من البارح، والله ما واكل من البارح من الصباح، من الفطور ديالي ديال البارح ديال الصباح ما واكلش. علاش انا كن واش بغيتي كنطلب حاجه واش نطلب؟ انا ما تنطلبش انا بغيت غير الناس ما يعطيونيش انا. انا القلب غنمشي بكيرو ناس الزنقه، انا حوايج الخدمه باقي فيهم من البارح، غير هاد ولاد خويا يمشي يعطيو فيني ستر من الزنقه، راه عيب. شوف انا خويا مشى لقبرو وشوف مرت خويا باقا في الزنقه عيب. من نفس الشيء حوايج قالوا سيري ديري طلب باش نعطيك حوايجك، سيري ديري طلب المحكمة باش نعطيك الحوايج. ومرت خويا مسكينة في الزنقة، هي وليداتها الأيتام صغار. أنا غادي كلهم باقيين تيقراو. أنا حاسس بك ومعاك أخويا راه شي باش العظيم. شوف
شتي شتي لما اي واحد يطيح الدموه بالعاني يلا طيحهم بالعاني وتصنت لي الله يستر عليك لما تدرف انت الدموع الا وتبكي راه عيب هادشي كاع عرفت 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 راه هادشي اللي غنقول لك شتي انت ملي كتبكي الا ورا السلام عليكم راه ما بقى ما نقولوا مازال انا معاك قبل داك خويا كاع الله شوف استغفر الله تعالى استغفر كون مت خويا استغفر الصدام اما كيونا قتلونا وما يديروش استغفر الله استغفر الله العظيم اخويا وانا معاك كون قتلونا اخويا كون مقابلينا انت متضمن وانا حاسب كون نموت انا وما نشوفش مي ومرت خويا ولادي في الزنقه هكا راه نفضلوا الموت حسن نموت وما يبقاش فينا الحال بقى معايا مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا المعنى بها الله عز وجل ما عندي ما نقطع فيه ما عندي ما نقول ليه مشاهدينا الكرام هو يمكن لك توضع الهندام ديالو ديال العمل ها هو خدام بس باطي ما تحيش شوي دابا والله ما حليت لا نعست بيه البارح صباطي والله ما حيدته ولا نعست بيه في السلقاني خليني نكمل معاك وانا حوايج خدمه تاع حوايج باش نبدل قالك سير دير طلب باش تبدل كيلو ديري كل خناس ما كاينش الطواليطات مي كتمشي ورا الطوموبيلات انا راجل كنمشي ورا الحيط وهنا ماشي احياء شعبيه اللي غيدخلوك الجيران ولا والله ما كيشوف فينا شي واحد الجار ما كاين اللي كيحط طوموبيلته وكيطلع للعماره ديالو الناس كلهم ساكنين جداد هنايا لان عايز تسمع كلها كتبنا انا معاك انا معاك مشاهدينا الكرام تبعوا معايا الوالدة لاباس لاباس اولدي كي دايره مع الصحيح وحنا ولد ما عاد ما نقول الحاله تشوف شردونا هذا عباد هذا الراجل شردنا الله يعمل تضرب ياخذ فيه الحق ما عاد ما نقول لك اولدي الصبر المهم شاف صبر احنا والله تعالى ما تبقيش ايوا احنا عبد الله وليدي احنا عبد الله انا معاك المهم انا معاك مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا كنشوفوا الاخت اختي الله يرزقك الصبر يلا توفى لك الزوج المعلومات اللي سمعت بانه بسبب هاد الدار هادي باش توفى توفى بسبب هاد الدعوه وهاد الشيء سمعتش تكلمها بجد قلت لك الجو ديالي توفى بسبب هذا الافراغ وهاد الشيء الجو ديالي مسكين جاه مرض سرطان مني جا كان كيخلعوه مسكين مني كيخلعوه مات توفى هادي دابا 16 يوم ملي توفى الجوج ديالي وخلى لي خمسه ديال الدراري وانا البارح جو انا البارح جو لحوني الزنقه بيا بوليداتي انا منين راه خرج عندنا حنا شي واحد شي عاون قضائي وكان الجوج ديالي مريض شايد فراش وقال له شي جمعيه غادي تعاونك وعطاه 4000 ريال منين عطاه 4000 ريال قال له شي جمعيه غتعاونك جمعيه ديال مرض السرطان وسينا له مسكن عندك الورقه ديال الافراغ انا ما قارياش ما فهمش انا ماشي بنت هنا ما عارفاش انا بعيده منين راه خرجتينا للمجوج ديالي على ديك الافراغ منين دخل ولدو الكبير قرا ديك الورقه قال له باش درتي قال له قال له انا ولدي جاو عندي شي جمعيه قالوا لي سيني على هاد الورقه باش نتعالج قال له لا با انت سنيت على الافراغ صافي ومن بعد توفى الجوج ديالي جاو نهار 3 ايام حنا باقي طلبنا عليهم حروق وباقي الناس عندي الدار عامره بالعزاي باقي عندي الخزانه منين جاو قالوا لي خصك تخوي وانا ما عندي فين نمشي فين غندي وليداتي ما عندي فين نمشي مشاو قالوا لا نعطيك المده ديال 4 ايام منين راه اخر ثاني جاو البارح منين جاو البارح انا قاعده انا وليداتي هما جاو بداو يهرسوا في البيبان هرسوا في الهرسوا ليا البيبان هرسوا ليا البيبان كلهم ولحوني انا وليداتي للزنقه انتم كتشوفوا الحال دابا الدار انتم كتعيشوا فيها العائله كامله مجموعه في الدار انطلاقا من الجد هذه 50 سنه انتم في هذيك الدار حنا في الدار كلشي تزاد فيها كلشي كبر فيها تزاد فيها وليداتي راجلي كلشي تزاد فيها وما فهمناش حنا كيفاش اختي الله يرزقكم الصبر يا رب مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا تنتي من العائله بقاي بحال هكاك اسمح لي قبل ما نهضر ما قديتش عطي الراجل يهضر هو لا دوينا معهم كاملين ما قديتش ولا ما قديتش انا من نهار جيت 30 عام دابا باش تزوجت 30 عام هذه داز عليا العذاب في هذه البلاصه شنو العذاب انا ولادي مات لي ولدي هنا الاخر ملي شاف الافراغ حرق يعني العذاب دوزنا في هذه البلاصه كنا حنا ما مزيانينش كره خلينا دخلنا لها الكرايه ياك ندخلوا الكرايه وخا يعطونا نكريو لهم وداك الشيء باش نكريو انا نشرو به ياك حنايا درنا امانه بالله الا امانه عندنا جالسين فهمتي جالسين شادينها تيجوا ماليها فيما نديروا شي حاجه كان لوسي بغى يحلق كراج باش يخدم تيخدم هنا في الزنقه مسكين الشتا والبرد عليه سمعتي الشتا والبرد على لوسي وانا راه جيت هو كنخدم هنا في الزنقه ما بغاش يديروا كراج تيقولوا امانه ديال الناس فهمتي كون دخلنا لهم مورين المدرسه قالوا لنا عطوها لينا نديروا فيها
سميتو ديال الطوموبيلات وقلنا لهم الامانه فهمتي. فين ما يجي شي واحد يبغي هذا يكون حنا درنا دوار كون استفدنا كاين ولا ما كايناش، كون حنا ولاد الحرام كون درنا دوار ياك عدوسي تقول لنا امانه ما تبنيوش فيها حتى حاجه. سمعتي شحال من عام دابا حنا ساكنين غير باش جيت انا 30 عام وانا هنايا. اختي الله يفرج عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا القصه ديال هاد العائله اكثر من 14 ديال الناس، جوهر الموضوع تبعوا المغاربه سمعتوه بشكل كبير. مشاهدينا الكرام ما يهمنا هو المآسي اللي كتعيش من هاد اللي في هاد العائله. الزوجه ديال خوهم مات ليها الراجل، سمعتوا القصه. الاخ الام 80 سنه اشكاليات كبرى. ارجوكم ثم ارجوكم النداء الاهل القرار في التضامن في ما هو اجتماعي في الموضوع كيفاش يتكفلوا بهاد العائله. راه اكثر من 14 النفس كدور هنايا، وليدات تيقراو، ام عندها مريضه عندها مرض القلب عندها امور اخرى اكثر من 80 سنه. السيده لابسه حق شاد حق الله لابسه البيض، هذا راه في حد ذاته دوله صغيره كلها كتعاني هنا. وكما كتشوفوا معنا ونعتذر كذلك على بعض الاصوات اللي كتسمعوها اللي كتعلق بالسيارات لانه جينا على الشارع. مشاهدينا الكرام غادي نوضع رقم هاتف العائله والنداء ديالنا لجل المغاربه في المغرب وخارج المغرب كيفاش نساعدوا في الظرفيه الحاليه هذه العائله غير تستقر حيدها من الشارع. مشاهدينا الكرام سوف استمر في هذا الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد. يا ربي يكتب على الله سبحانه وتعالى ثم مجهود المغاربه انهم ينقذوا هذه العائله من هذا التشرد. وليدات صغيورين تيباتوا في الشارع، يمكن الكاميرامان يدور الكاميرا ديالو ويضعكم اكثر في الصوره. مأساة حقيقيه يعني. والكلام اللي سمعتوا ديال الاخ ديالهم كلام جد مؤثر. ارجوكم ثم ارجوكم. مشاهدينا الكرام سوف اوافيكم بالجديد الى كتب الله تعالى شي خبر يثلج الصدر لهذه العائله يا ربي. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.